مرحبا، إليكم نشرة جوية من طلاب مدرسة ILC. معي أنا ريم حرز الله. نشرة طقس اليوم الواقع في 15 شباط 2021، طقس مستقر إجمالا مع احتمال تحوله تدريجيا إلى ممطر. أما درجات الحرارة فتتراوح في بيروت بين 14 إلى 18 درجة، في عناب بين 9 إلى 15 درجة. أما معدل الرطوبة حوالي 65%، وسرعة الرياح تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة واتجاهها جنوب غرب. لنشرة جديدة تابعونا غدا على ILC.